السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة ثقافية الكرام، مرحب بكم في أول حلقة لكم من برنامجكم تناعيت. برنامج تناعيت ننتهز الفرصة بعد في البداية أن نشكر إدارة التلفزيون الموريتانية على إتاحة الفرصة لإثراء الساحة الثقافية، ونشكر كذلك إدارة قناة الثقافية والإخوة القائمين معايا على البرنامج من مخرجين ومصورين وصوت مهندسين صوت. برنامج تناعيت هذا احنا قرضنا به ما هو حلقة موسيقية له تغنى بطريقة وتوب هكذا، احنا ندور نعلم به الشباب والناس المهتمة بالموسيقى، نعطوا له الكيفية اللي قد تستفاد من الموسيقى وتثقف ثقافة موسيقية حقيقية تعود، لأن الموسيقى هاي الموسيقى احنا من ماضينا ومن حاضرنا ومن مستقبلنا، حاملة ياسر من مشاهدنا وتاريخنا، حافظان انسابنا وحافظان بطولاتنا واللي خلونا عليه من الشيء. مجتمع بلا موسيقى ما يقدر، معناه انه بلا ماضي. هنا في هذه الحلقة الأولى خاطرين على أن نبدأ بجديات موسيقية بسيطة تخطاها الناس دائما، هي هون ما أننا مسؤولين عن جامبة كحلة ولا جامبة بيضة ولا قنيدية، وكثر ما أننا هم هدفنا الحالي، هدفنا من المدة تعرف بعد قاع شنو هو كر، تعود تفاصل بين كر وفاق والكحال والبياض والفتيت. إذا سمع حد كر يقد يفاصل على أنه كر مباشرة. هدفنا على أن نتعرف على آلاتنا الموسيقية بأسمائها، إذا شاف حد يعود يعرف ويفاصلها. هدفنا على أن نفهموا الناس على أن هذه الموسيقى موحدتنا مختلف مكوناتنا، نجابروا فيها فر، نجابروا في كرها، نجابروا في فاقوها، في كحالها وبياضها وفتيتها. إذن في البداية لهن نبدأ بالتعريف على كر، مقام كر هذا شنو؟ المقام ينقال له الظهر بمفهوم الحسانية، موسيقى الحسانية، ينقالوا البحر، وهذا كلمة عندها تسمية، متفقين فيهم في نفس الوقت، هو اللي ينقالوا بالعربية المقام. إذن كر اسم الحلاقة، تحدي عود يفاصل إلى سمعه مباشرة يقدر يميز بينه هو وفاقه. أولا ننصح بعد قاع أي حد مهتم بأنه يهتم بسماعية أكثر، يسمع أكثر الموسيقى، بيلي كل ما استمع لها كل ما عاد يقدر يميزها بوذنه وبإحساسه. كر هون هذه تدنيت حالا في جانبة كحلة وفي التوماس، يقال احنا ما مهم عندنا هون جانبة اللي هي فيها، المهم عندنا كر، يسوى كان على جيتار، يسوى كان على تدنيت، يسوى كان على اردين، على اورك، على اي آلة موسيقية، لا خارج آلة موسيقية ما تقدر تخفض، يسوى يشني
ما خابت لا من عاجز مولاها ما هي منها هي. إذا لهنا بدأوا بتعريف كر بالنغمات الموسيقية للي يبقي يعود يعرف شنو معنى كر بالكتابة الموسيقية بالنوتة الموسيقية. إذا مقام كر كيف قلنا احنا موسيقتنا موسيقى خماسية بالنسبة للي يفهم بالنوتة الموسيقية. تتألف من 5 نغمات هذا هو معنى الخماسي، وكرها يتألف من النغمات 5 دو ومي وفا وصول وسي. نعتبر على ان هذه دو مثلا، اذا كيف قلت مقام كر بالنسبه للناس اللي تبحث عنه في النوتة الموسيقيه يتالف من 5 نوتات 5 حروف موسيقيه دو ومي وفا وصول وسي. هذا هو مقام كر اللي قدامنا حالا، ومي وفا وصول وسي. هذه نغمة الساتة دو، نفس الشيء دو الأولى، التالية ينقالها دو الجواب، وهذه الأولى هي دو القرار. على الحروف على المدرج الموسيقي اللي قدامنا اللي متكون من 5 أسطر، واللي مفتاحه صل، تراعوا في هذه صل هي مفتاحه، معناها لأنه الخط الثاني عليه هو صل اللي تنقرأ عليها الموسيقى، من عنده صل لا سي دو راقب وصل فا مي قال تحت، معناها لأن مي هذه دو هذه النغمة التحتانية اللي عندنا هون اللي عليها هذا الخط، يعود شاقها خط من نقر ينقال لها دو، وهذه النوتة الثانية ينقال لها مي. على الخط الأول من المدرج الموسيقي، وفا بين الخط الأول والخط الثاني، وصل وسي الخط الثالث، ودو فوقها مباشرة في المساحة اللي بين سي ومي سي وري، معناها على أن هذه هما نغمات دو مي فا صول سي. الطريقة اللي ليه نقرأ بيها شنو؟ إذا شفناها على مدرج موسيقي اللي نقراوها، هاي دو مي فا صول سي، هذه هي النغمات الموسيقية. تجي دو الأخرى جواب دو مي فا صول سي دو، هذه هي نغمات كر معها. هاي نغماتنا، معناها لأن هذا هو كر بالنسبة للناس اللي تبغي تتعرف عليه بالنوتة. بالنسبة للناس الثانية اللي طريقة التعليم التقليدية اللي احنا اصلا هي قاعية اللي عندنا، يلا حد يقبض اشوار يعتمدهم في كر من الاشوار اللي هو من نفسه يغني بيهم، والله زينين عنده دائما يصنت لهم، يقال يعودوا من اشوار كر، وذاك الشور اللي ليه يقبض منهم واحد والله اثنين والله ثلاثة قبضهم يسوى يقبض قاعد لا واحد، يعتمدوا هو مقياسه الكر اللي تم صانت به ساعة أي آلة تنعزف أحدها، يا كان هتقد تنسجم مع الشور اللي هو يدندن في داخليه
والله ما يقد إلى عاد تقدر تنسى جمعة معناها لأنه فكر مباشرة. وياك لابد داله من لابد داله أولا من الاستماع لياسر للموسيقى والتمارين هم اللي هذه بعد هي الطريقة اللي تعلمنا بها أصلا إحنا كد بحرنا قبضوا له شور نقابله ونعود ونصان طوله ونقيسه به. إذن لهنا قبضوا مثلا شور زمني قديم نقبض واحد متوسط نقبض واحد عصري للشباب وهذا اللي نقبضهم أنا يقدوا عدوا مام هم الأشوار اللي تقبضون توما يا قرم اللي ليه نتواصل إن شاء الله تعالى على الفيسبوك في البرنامج وتموا أسئلتكم تمشوهم لنا ونردوا عليهم إن شاء الله في الحلقات الأخرى. والمنكم عنده الشعر مالي يبقى يعرف يا كانوا فكر ولا ما فكر يقد يمشيهن نعود هو بالنسبة له من الأشوار اللي زين عنده. إذا نلينا قبلوا الشعر زمني نقبلوا شعر من الأشوار التيدينيت اعتبروه لا مقياس هون دليل النوتوه على كر بحال تقلى الحل ما نسمو حد ولا نلقو ولا نقولو بانهل ولا نقولو سكنق ولا نقولو سكنق ما يقدو ذي ملموس ذم فيه هذا عرفو لا لقال الشيخ فموس نجم الشعار يقولوه نجم الشعار قناة برقاف اللي فيها اسم الشور بالنسبة للناس اللي تبقى تعرف ذي الشور شين قالوا هذا الشور ينقالوا موسى ناجم بعض المدارس يقولوا لعبار ينقالوا موسى ناجم هذا حد سمعوا يقدر يقضوا مقياس الكر حد سمعوا مباشرة يعرف لأنه ذا اللي ينقالوا كر حد يسمع حد يخبط وقد قد هو من نفسه يدندن في دخليه ذا الشور ذوك وحاسب انه منسجم مع ذا اللي يخبط لقاف يسوى تيدينيت يسوى اردين يسوى جيتار يسوى اي آلة معناه انه معناه ذيك الآلة فكر مباشرة هنا قبلوا الشوار ثاني من الأشوار اللي شوار قديم حديث حديثيك به اللي هو لشير زمن عاد يقير من الأشوار اللي وجدت به اللي يغنوا هيك قاون دائما ومسموعة دائما. Thank you.
لوا وي دلالي وي دلالي وي دلال وي دلالي وي دلال وي دلالي لا لا وي دلالي لا لا دلالي وي دلال وي دلالي وي دلال وي دلالي وي دلال وي دلالي وي دلال صيدك لعاد يا قلانا يا قلانا ويا قلانا راجل في الحق متعدد يعجل ظهرك بهانا يعجل ظهرك بهانا يعجل ظهرك بهانا كوني لعاد ما يعيش وي دلال وي دلال وي دلال وي دلال وي دلال احنا هون ما غرضنا الغناء قبال غرضنا ان نفهموا المشاهدين الكرام على ان هذا الشعر هو من اشوار كر لان قبو شعر اخير من الاشوار العصريه ل نختار نذكر على ان هذا الشعر وي دلالي هذا للفنان الكبير الراحل رحمه الله علينا وعليه علي والليد هو اللي جابه من قيبه لطغاله في الساحل وينقالوا فيه ذاك القافه جبت مراكب عندك فم يا علي يا غير وي دلال من المراكب عدها تم هي ما خير من هجمه اذا ظهرك لنا قبو الشهر الاخير اغنيه عصريه للشباب اللي يفهم قد يفهم بها هو ذات كر هم مساويين اللي منهم قبال حد وعاد معدله هو مقياسه معناه انه مباشره عاد في مقام كر تال مختارة زين به قد جاء جبريل على النبي المصطفى خير الصلاة والسلام وآله والشرفاء أصحاب قر الكرام على النبي المصطفى خير الصلاة والسلام وآله والشرفاء أصحاب قر الكرام هذا مولي حد قبل مقياس لكر يعود دخل كر مباشرة واستهدى عليه إذا هذه الأشوار ثلاثة قبلناها كلها مقياس للمقام اللي ينقال له كر البحر ولا الظهر اللي ينقال له كر ومن في الجانب الثاني ذرك اللي نعرفه بهذه الآلة اللي ينقال لها تيدينيت آلة التيدينيت آلة للرجال يخبطوها أصلا للرجال ومعروفة أصلا هي من نفسها على أنها آلة رجالية تا
تتكون من أربع أوتار، معناها أربع عصبات. هذه الأوتار اللي تنخبط، ونختار صاحب الكاميرا يقرب مني. هذه الأوتار هي العصب، كانت أصلا تعدل من زغب الخيل، وأخيرا عاد تعدل من هذا النايلون، هذا اللي استخدموا الصيادين في صيدهم السمك. وتعدل من هي من نفسها من أربع أوتار أصلا، مهرين ذو الأوتار الفوقانيين الطوال، هذو الأمهار ذو الأعصاب الطوالات، عصبتين الطوالات سنتين اللي يمشوا مع طول العود ماشيين إلى تامونانت قاضين إليه. هذو ينقال لهم الأمهار، واحد منهم ينقال له مهر، هذا المهر تحتاني، ذا التحتاني منهم ينقال له المهر التحتاني هذا، وهذا الفوقو ينقال له المهر الفوقاني. هو ولق وضرك عليه، معناها التحتاني هو المهر التحتاني راعي ذا اللي قصير، واحد منهم أكثر من الآخر، من إله قد حد يفاصلها. ذا اللي يبدأ يوفى هون هو المهر التحتاني، وهذا اللي يوفى فوقه هو المهر الفوقاني. عندنا شين قالوا تشبطن هاو التحتانيات القصارات اللي صوتهم رقيق، واحدة منهم قصيرة ذي التحتانية ينقالها تشبط التحتانية، وهذه تشبط الفوقانية أطول منها. شي من أساتذة الموسيقى ضاف تشبط خامسة هون في البلايد غرك، ويقولوا لها حسب قال لي الأستاذ الكبير سيد أحمد لحمد زيدان حفظ الله إن شاء الله ورعاه، ينقال لها صرع زرياب، يقولوا لها صرع زرياب، مقارنها بالوتر الخامس اللي ضاف زرياب للعود، آلة العود. وضاف الأستاذ الراحل شيخنا ولباشا يعطيه الرحمة والغفران الوتر السادس، يقرها وكاملين لا تشبطن، لا تحت الأمهار تم ولا اثنين. والأمهار نختار نذكر على المهمومة اللي عليهم العزف، معنى هذه ليد الإله تخبط اللابة تخبط المهمومة، إله ما تجيه ما هو نادرا ولا شوي، يقال العزف كامل على الأمهار. هذا التشبطن اللي يساعدوا يسمعوا أصواتهم لتغيير الصوت والبرم، بعض الروايات الفنية الموسيقية اللي تعدل فيها. إذن العصب مشدود في هذا اللي ينقال لهم من إله السيور، ذو اللي مدليين، هذا أصلاً بالطريقة التقليدية، هاي تدني تقليدية، مشدود بالسيور، هذا السيور ذلك هم اللي أصلاً ينحزم فيهم، وهم اللي يتموا ينتثروا لياك تطيب بهم العصبة وترتخى. هذا السيور اللي عندنا حالا، هذا هو السيور. إذا عندنا العود من نفسه اللي ينخبط عليه، العود الطويل اللي تنخبط عليها، هذا عبارة عن جناح تيدينيت، وفيها من فوق شين قال له قشوة. هذه أصلا عادة يعود فيها من فوق ذاك شين قال له الحربة تندار هون، ويعودوا فيها سلاسل شوي، صوتها يحسن الصوت لتحسين الصوت، والله تقوية الصوت شوي في تيدنية تصل التقليدية بها اللي ما كانوا فيها بافات ولا تستخدم ذاك النوع. هذا نص من هون، هذه جنبة، هاي ذرك، هذه جنبة هي جلت تيدنيت، هي جنبتها اللي تجلد بها تيدينيت وتحفل، يعدل لها الحنة تزخرف بيها الحفول. وهون شين قال له تامونانت فاخر ذا العود ذاك اللي عندنا، فاخره من إله عود تيدينيت، فاخره شين قال له تامونانت هي اللي تعود راقبة لفوق ينطرح عليها العصب لياك ما يعود لياك يصوت ويقد يوخر. ومقابل تامونانت من هون هذا فم
تيدنيت اللي يعود يوخل منه الصوت ويكبر الصوت كل ما كبر القداح. عندنا هذا اللي ينقال له قدح التيدنيت، هذا اللي له الوراني، هذا هو القداح. هذه المصطلحات يلا مدة تعود تعرفها بهذه ثقافتها هي الموسيقية، وممكن لها تعود تعرف عقب هذا إلى سمات لها يقد حد مباشرة يعرف ذا اللي ثقافته هو الموسيقية عود ما وشاهلها. إن يبقون هون ذول ينقالهم الأخراب. الأخراب كانوا أصلا يقاون الواحد الفنان يرفد به آلته ساعته واقف، ساعته يخبط واقف، وفما شين قالوا لوتات كانوا يندارو مولي ليش لياك انهم يشتد بهم جنبه على القدح، مولي يسكنوا جنبه على القدح. ادوارك مديرين بلدهم هذو الحديدات اللي مسامراتها وصغيرين يا غير اصلا كانوا يسكنوا بشين قالوا لوتات. هذا عادة هو اللي تتكون منه تيديني. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله ولين عرفوا على آلة موسيقية أخرى، وليتموا في كل حلقة إن شاء الله نجروا آلة لتعريف عليها. إذن لا هنا نختمه بشوار من أشوار تيدنيت. لا من أشوار التماس، هذا الشوار ينقالوا الاختيل، من أشوار مدرسة تقانت. وران إن شاء الله تعالى هون دورنا قبول مدارس كاملة بها اللي ما هو خصوصيات. وفي نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام لكم تحياتي وتحيات فريق العمل اللي صحبني في هذه الحلقة، على الصوت المهندسة مريم محمد خونة، وعلى التصوير نجيه والمحمد، وعلى الإخراج الفنان الكبير والمخرج بابا مين. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.